مشاهدينا واشركم بروكا واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج ازياء سلطانه. اليوم حاضره معنا المصممه المغربيه حافظه غفروف اللي غتقدم لنا تشكيلتها الرمضانيه لهذه السنه. خليكم معنا. لالا حافظه مرحبا بك معنا اليوم. الله يطول عمرك لهلي حطك. شكرا. ألوغ شنو موجدة اليوم الجمهور؟ شمن تشكيلة موجدة لنا؟ موجدة جلبات رمضانية، يعني جلبات بلديين، يعني عارفة يعني رمضان كله ديال الجلابة والقفطان واقف، هادشي اللي موجدة. أول جلابة تشوفوا معنا إن شاء الله هي جلابة من الكريب دو سوا، يعني مخدومة بالصفيفة ديال المرمى ديال المعلم والخياطة ديال المعلم بالدبانة. كتجي خفيفة، يعني فعلا يعني كتجي خفيفة بلا طرز بلا والو، كتجي يعني ملبوسة. بالنسبة للجلابة الثانية في الصومون الكريب دو سوا مطروزة بالألوان في الطرز الرباطي ديال اليد والخدمة ديال المعلم. يعني دائما حنا تنبغيو نبقاو دائما في الخدمة البلدية ديال اليد والطرز اليد، يعني ديما أنا كنخدم كل شيء باليد. بالنسبة للقطعة الثالثة يعني جلابة في البيج والخدمة بالألوان بالكرونة، المهم الألوانات اللي يجيو مع البيج كنديرو، وطرز الرباطي غير طرز الرباطي يعني الرداخ، يعني كنبغيو نبعدو شوية عاود غير من الرباطي سامبل كنديرو الرداخ، يعني رداخ تقليدي وزعما من التراث ديالنا والخدمة ديال المعلم. والقطعة الرابعة الزيتي عاود توا بالألوان، بدلنا غير يعني كنبدلو دائما غير ستيل، يعني الرشمة وهذا، وما دائما أنا كنخدم برباطي اليد كيعجبني، ويعني هو دابا اللي راه ماشي في السوق. وفعلا أنا دائما كنبغي الحاجة ديال اليد، الرباطي ديال اليد كيعجبني، يعني أنا حاجة الماكينة ولا ما كنستعملهاش ما عدا إلا طلبوها لي كليان أكيد باش كنديرها لهم، وملا عطاوني الاختيار دائما كندير كلشي ديال اليد. رباطي اليد يعني كيعجبني وهو دابا اللي كاين، والخدمه ديال اليد يعني ديال المعلم، يعني كل شيء باليد كنخدمه وصافي. عندنا قفيطنات، يعني كنعرفوا الناس اللي ما كيبغيوش مور الفطور يلبسوا جليبات كيبغيو يمشيو بقفيطنات خفيفين يجلسوا في الدار، وداكشي درنا بجليبات بجوهره، يعني جوهره رجعت حتى هي دابا حاليا، ودرناهم بالراندا. الراندا ما تتموتش ودائما تنبغيو نحيو التراث ديالنا وداكشي. شكرا سلطانة، ونتمنى تعجبكم التشكيلة ديالي وعقبال تشكيلة أخرى إن شاء الله.